وسلم: أولا، الخنزير ده من الأشياء المحرمة التي حرمها القرآن الكريم وحرمها الإسلام بما فيها من أضرار ومن متاعب وما شابه ذلك، ولكن لا يتكلم عن الحرام أو عن الحلال، لأن هذا ليس هو المجال. المجال نتكلم عن الرؤى والأحلام، تأويل الخنزير في المنام. الخنزير ده يا أستاذ نجوى من الأشياء عز بالله اللي هي لا تقبل نظافة ولا تعيش في مكان نظيف، وإن رأت مكان نظيف تترك المكان النظيف تذهب إلى المكان النجس. فعلا. فليسوء الذي يرى الخنزير في المنام، ربنا يحفظنا. والخنازير ذكرت لها قصة جميلة عظيمة في القرآن الكريم مع سيدنا موسى عليه السلام، بني إسرائيل، في القرآن الكريم في سورة البقرة. فاللي يشوف الخنزير يظن أنه يحيق ببعض من الناس. هؤلاء الناس قلوبهم سودة، فيهم الحقد والغل والكر والضغينة والبغضاء، ويتعاملون معاملة فيها الفحشاء، ولا يحبون أحد، وينشرون الفساد في جميع بقاع الأرض والبحر، والله أعلم. طيب، لون الخنزير بيفرق في المنام يا شيخ إبراهيم؟ كل خنزير